أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كما في القرآن الحكيم. الإنسان يتمكن أن يجادل عن كل حق وعن كل باطل على أوجه الباطل المتعددة، لأن وجه الحق واحد، أما الباطل فله أوجه متعددة. الإنسان يتمكن أن يجادل ويباحث عن أنه هذا حق أو ليس بحق، سواء كان الواقع يوافق الحق أو كان الواقع يوافق الباطل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كما في القرآن الحكيم. الآن بحثنا نحن في أنه لماذا نحن لا نملك مقومات الرد إلا خطباء قليلون، وإلا متدينون مقلدون للمراجع، هؤلاء يعرفون كذب وزيف هذا الشيء. لماذا؟ الجواب، وجوابنا هو موضوع بحثنا اليوم، أية الظاهرة في الاجتماع لها خلفيتها ولها جذورها ولها أرضيتها؟ أي ظاهرة في الاجتماع تحتاج إلى خلفية وجذور وعروق وأرضية؟ حتى أنكم إذا دعوتم 10 أو 5 إلى مائدة فرشتموها لهم وأكلوا هؤلاء 5 من هذه المائدة، هل تعلمون أن هذه المائدة كم خلفياتها حتى صارت هذه المائدة؟ خلفية المائدة أولا المطبخ الموجود في بيتكم. إذا لم يكن المطبخ، هل كان بالإمكان تهيئة وسائل الأكل من الدجاج المطبوخ والعيش المطبوخ واللحم المطبوخ والمرق المطبوخ والسمك المطبوخ وغير ذلك؟ أبدا. فهذه السفرة ظاهرة، هذه الظاهرة لها خلفيتها الأولى المطبخ، وبعد المطبخ لها خلفية ثانية، هذا البقال وهذا الذي يبيع الدجاج، هاي الخلفية الثانية للمطبخ. يعني وراء المطبخ هذه الخلفية. إذا لم يكن البقال ولم يكن بائع الدجاج وبائع السمك، هل كان بإمكان المطبخ أن يطبخ شيئا؟ أبدا. هذه هي الخلفية الثانية. وبعد ذلك البقال والذي يبيع السمك والذي يبيع الدجاج لهم خلفية ثالثة، الخلفية الثالثة الجمعية. من أين يستمد البقال أدوات الأكل؟ من الجمعية. فوراء السفرة المطبخ، وقبل المطبخ البقال، وقبل البقال الجمعية، وقبل الجمعية الشبرة في الدرجة الخامسة. شبرة، إذا لم تكن هنالك شبرة، هل كان بالإمكان تهيئة وسائل الأكل؟ من أين يأتي الجمعية بمواد الأكل والغذاء؟ يأتي بها وتأتي بها من الجمعية. ووراء الجمعية ينتهي الأمر؟ لا، الموز يأتي من الصومال، والبرتقال يأتي من كاليفورنيا في أمريكا، والتفاح يأتي من لبنان،
والبيض يأتي من كذا بلد، والغنم يأتي من أستراليا، وفلان شيء السمك يأتي من الهند. فلاحظوا سفرة عادية لها عروق ضاربة في أقناب الأرض وفي أطراف الأرض وفي مناكب الأرض. هذه السفرة العادية ظاهرة ونأكل منها في ظرف نصف ساعة أو 20 دقيقة، لكن أية جذور ممتد لها في كل العالم أو في كثير من بلاد العالم. وأصغر من السفرة غلاس، ما برتقال، تقف سيارتكم في الشرق أو في السالمية وتعطون ربع دينار وتشترون غلاس ماي برتقال وتشربون. هل هذا الغلاس من ماء البرتقال؟ هل ظاهرة تلقائية؟ لها جذورها. البرتقال مشترى من البقال، المشتري له من الجمعية، المشتري له من الشبر، المشتري له من لبنان بوسائل النقل الكثيرة، من سيارة وباخرة وأحياناً الطائرة الموصلة له إلى البلد. وإذا كان ماء البرتقال محلى بشيء من السكر، من أين السكر؟ من البقال، من الجمعية، من المرفأ في بيروت، من كوبا، لأن كوبا مركز السكر، من مراكز السكر في العالم كمثل. فجلاس ماي برتقال كم له من جذور؟ ثم تأتي إلى نفس الجلاس، نفس الجلاس من أين؟ من الجمعية، من السيارات المحملة لها من فلان بلد، حتى ينتهي صنع الجلاس إلى اليابان. واليابان من أين حصلت الجلاس؟ من المعمل ومن الزجاج ومن العامل ومن المهندس ومن ألف شيء. وأحيانا هذا الجلاس من ماء البرتقال اشتغل فيه 10 ملايين إنسان، 1,000,000 إنسان، 100,000 إنسان. هذا معنى جذور الظاهرة، الظاهرة التي نجدها مهما كانت صغيرة، هذه الظاهرة لها جذورها ولها خلفياتها ولها أرضيتها. الأمم إنما تعيش بالخلفيات. الأمم ظاهرة، أمريكا ظاهرة، روسيا ظاهرة، كيف تعيش؟ تعيش على 3 أشياء. أولاً أخلاقيات الأمم، ثانياً بعد الأخلاقيات تعيش الظواهر على فهم الحياة، ثالثاً على أسلوب تهيئة الحياة. هالثلاث الأشياء. أخلاقيات الأمم يعني شنو؟ لا نريد التفصيل، وإلا كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى تفصيل. أخلاقيات الأمم يعني الإنجليز من أخلاقياتهم الاستعمار، حب السيطرة، الشخصية، التوسعة، هاي أخلاقيات، خلفيات البريطانيين بهذا اللون. خلفيات اليابانيين الصناعة، يعني يابانيون بنوا حضارتهم على الصناعة، البريطانيون بنوا حضارتهم على الاستعمار، على استعباد الشعوب. الروس بنوا حضارتهم على الدكتاتورية والاشتراكية المعروفة. خلفيات، أخلاقيات، هذه تسمى أخلاقيات. مثلا نحن المسلمين نبني أخلاقياتنا على لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا عبودية إلا لله. هاي خلفياتنا الأخلاقية، ولا أقصد بالأخلاقية يعني الصدق والأمانة والتي تكتب في كتب الأخلاق، نقصد بالأخلاقية طريق الحياة. إنك لعلى خلق عظيم، مو معنى الصدق والأمانة فقط، يعني طريقتك في الحياة طريقة فريدة وعظيمة. مثل أنه في آية أخرى من القرآن الحكيم، إن هذا إلا خلق الأولين، أو نقول أخلاقه هكذا، سلوكه هكذا. وإنما يسمى الأخلاق أخلاقا لأنها تخلق
من كثرة المرور عليها. الخلق بمعنى القديم، ثوب خلق يعني ثوب قديم، كثر مرور الزمان على هذا الثوب. الأخلاق تسمى أخلاقا لأن هذه الكيفية يمر عليها مكررا 1,000,000 مرة، 20,000,000 مرة، 100,000,000 مرة. فالشيء الأول من أراضية كل حضارة الأخلاقيات. هذه الأخلاقيات عمومية ولكل حضارة، حضارة الرومان لها أخلاقيات، حضارة الإسلام لها أخلاقيات، حضارة المسيحيين لها أخلاقيات، حضارة الروس لها أخلاقيات، حضارة البريطانيين لها أخلاقيات، وعلى هذا المعدل. فأول شيء الأخلاقيات، والشاعر لما يقول وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، يعني كيفية حياتهم. الإنجليز إذا رفعوا اليد عن الاستعمار أصبحوا جزيرة يصيدون السمك ويأكلون السمك، والروسيين إذا رفعوا اليد عن كيفية الدكتاتورية بين عشية وضحاها تتبدد روسيا، واليابانيين إذا رفعوا اليد عن اقتصادياتهم في مدة قليلة ترجع يابان قرية متخلفة تعيش على البحر وعلى الصيد. أخلاقيات الأمم، هذا الشيء الأول من جذور الأمم، والشيء الأول من أرضية الحضارات الغائبة في طول التاريخ أو الحاضرة أو الآتية. هذا شيء، أخلاقيات الأمم وحضارة الأمم. الشيء الثاني فهم الحياة. فهم الحياة شيء. الآن أقول لكم شيئاً بسيطاً وجربوا هذا الشيء، وهو أنه ظاهرة موجودة في إيران، في العراق، في الكويت، في الخليج، في مصر، في أي مكان، أنك تذهب إلى الصراف في يوم ما وتسأل بكم الدولار، يقول 300 فلس. غداً تذهب إلى الصراف وتسأل بكم الدولار، يقول 305 فلس. بعد غد تذهب إلى الصراف بكم الدولار، يقول 320 فلس. أنت الآن خذ مني هذه الكلمة وحقيق جرب، اسأل من 100 إنسان فاهم، بين دكتور وبين مهندس وبين جامعي وبين رجل دين وبين خطيب وبين إمام جماعة وبين تاجر، قل ما هذا التلاعب في الدولار؟ أعطيك كلام من 100 لا يفهم حتى واحد منهم، يتمكن أن يقول شيئاً اعتباطاً. أما لماذا هذا التلاعب؟ هذا عدم فهم الحياة، بينما هذا الشيء مربوط بحياتي وحياتك مباشرة، لأن بارتفاع الدولار معناه فلوس نرتفع، بانخفاض الدولار معناه فلوس ننخفض، يعني الدينار في جيبك يرتفع وينخفض، وفي أثر ارتفاعه وانخفاضه تحصل على الشيء الأكثر أو الأقل. اسأل منهم لماذا. إذا قال لك أحدهم من 100، وأعطيك كلام لأني جربت هذا الشيء، كلهم لا يعلمون، يعني لا يفهمون الحياة، حياتهم المرتبطة بشخصهم لا يفهموها. مو أنه يقول جواب اعتباط، جواب اعتباط مو قبول، وإلا الطفل يتمكن يقول جواب اعتباط. أو أنه اذهب إلى سوق الذهب، مثال ثاني، وما أكثر الذين يبيعون الذهب والمتمرسون في بيع الذهب منذ 40 سنة، 30 سنة، 50 سنة. اسأل منهم ما هذا التراوح للذهب 1,000 دينار، وصل إلى 900 دينار قبل مدة، ثم صار 1,000، 1,100، 1,200، 1,300، وصل إلى 2,250 دينار. شنو هذا التلاعب العجيب؟ وهذا التلاعب يؤثر على حياتنا، حياتنا الاقتصادية، حياتنا الاجتماعية، حياتنا كل شيء من الحياة. هذا أمثلة لعدم فهمنا للحياة. اسأل منهم لماذا هذا التلاعب؟ هل هذا التلاعب تلقائي ومعجزي؟
أو هذا التلاعب حسب موازين اقتصادية دقيقة. نحن المسلمين النفطيين كلنا ضحية هذا التلاعب. لماذا هذا التلاعب في سعر الذهب؟ لا يعلمون. فما عندنا فهم الحياة. فهم الحياة شيء، أو أنه اسأل الآن أنت وجرب هذا الشيء. ما أقول لك أنه اسمع مني، لأن أنا مجرب هذه الأمور ولو في مو نطاق واسع لكن في نطاق ضيق. أنه قول أكو في أمريكا حزبان، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكل الصحف العالمية والإذاعات تتنبأ إذا جاء الحزب الجمهوري للحكم يصير تغييرات في العالم من هاللون من التغييرات، وإذا جاء الحزب الديمقراطي للحكم في أمريكا يصير تغييرات في الحكم من هالنوع. اسأل منهم لماذا؟ لماذا العالم مرهون بالتغيير في أمريكا؟ كل العالم لا يعلم. لماذا لا يعلم؟ أني لا أنكر أنه من الممكن في البلاد الإسلامية 20 إنسان يفهمون هذا الشيء أو 50 إنسان يفهمون هذا الشيء، لكن بصورة عامة لا يفهمون. لا الاقتصادي يفهم، لا الاجتماعي يفهم، لا الدكتور يفهم، لا الطبيب يفهم، لا المهندس يفهم، لا القاضي يفهم، لا المحامي يفهم. مثل فرس السفينة في البحر لا تعلم أصحابها أين تذهب، هل إلى الشرق، هل إلى الغرب، هل إلى اليمين، هل إلى الشمال، هل تنغرق، هل ترتفع، هل يصلون بسلام، هل يموتون جوعا، هل تتوقف في البحر لمدة 20 يوم؟ ظاهرة لا يعلمون. الظاهرة مربوطة بنا، ولماذا لا نعلم؟ الشيء الثاني بالنسبة إلى حضارات الشعوب والأمم فهم الحياة. قلت واحد من أصدقائي كان ينقل الحقيقة هذه القصص صغيرة لكن معانيها كبيرة، والتي لا نعيرها مقدار جناح بعوضة، بينما كل شيء منا مربوط بهذه الأمور. يقول أنه في أحد البلاد الإسلامية لا أريد أسميه، فلوس قيمة الفلوس تومان دينار مثلا ليرة دولار كانت تلعب. يقول أنا متحير لماذا تلعب الفلوس هالشكل، هاي القسمة قبل 30 سنة. يقول سألت من فرد واحد قال تعال أراويك من اللي يلعب بكل أسواق في هذه المدينة. يقول رحت وياه شفت فرد واحد في دكان صغير عنده، دكان صغير، وفرد جام مخلي أمامه جام عتيق ولابس مناظر. فرد واحد شايب عمره 70-80 سنة قاعد هناك، قال هذا كل التلاعب كل هذه المنطقة من هذا الرجل. شنو هذا الرجل؟ هل هو معجز؟ قال لا هو يهودي، هو اللي يرفع الفلوس وينزل الفلوس، كل شيء ما عنده. وهذا شيء صحيح. الآن أنا ما أريد أفصل هذا الشيء، شلون فرد يهودي واحد يفهم يتمكن يلعب بكل الأسواق؟ هذا يفهم يتمكن يلعب بكل الأسواق. حدث في بغداد ذات مرة فرد تاجر تكسر من تجار المسلمين الشيعة، يعني قرب تكسره واشتهر عند الناس أنه جاي يتكسر. هاي فرد صديقنا قال لي في كربلاء كنا، يقول على أنه هذا التاجر هواي اضطرد لأن تكسره مهنا ذهاب كل ماله وسجنه بالإضافة. يقول استشار أحد أصدقائه ماذا أعمل، أحد أصدقائه الأذكياء، قال الحقيقة أنا ما أدري كيف تعمل أنت، بس أكون في بغداد عندي صديق يهودي تاجر، هم في بغداد يعيشون في أيام قبل 48 وقبل فلسطين المحتلة، قال نروح يوم هذا نستشيره. يقول رحنا إله، يقول هو هذا الواسطة صديق له، أنا التاجر مو صديق له، الواسطة صديق له. ذهبنا عنده وقال له هو أن هذا صديقي المسلم جاي يتكسر، وشنو علاج؟ يقول يهودي قال إحنا من مبادئنا أن لا ننصح مسلم بالصراحة، قال لكن أنت عزيز علي أنا أقول لك الطريق في إنقاذ هذا الرجل الذي هو مشرف على الانكسار. قال شنو؟ قال عندك فلوس كمية مثلا 50 دينار 40 دينار خرج شي بسيط؟ قال ايه عندي. قال زين بسيط امرك، الان انت روح الان صبح مثلا 8 انت روح انت
وهذا صديق التاجر معك، كلاكما تاجران، روحوا إلى سوق الدلالين وكل دلالة تو 5 دنانير، فرد 10 دلالين، وقول لهم لهالعشر الدلالين قول أنا أريد فرد قصر فخم، مثلاً أن القصر ذاك اليوم قيمته العادية 1000 دينار، قول أريد قصر فخم قيمته 20000 دينار، ومستعجلاً أريد في ظرف أسبوع، كل واحد يطلهم 5 دنانير حتى يدوروا لك. قال زين شو اللي ربطه هذا؟ قال ها كل الربط بهذا. قال الربط هذول العشرة الآن ينتشرون في كل الأسواق ويسألون عندك قصر؟ عندك قصر؟ عندك قصر؟ عندك قصر؟ لمن؟ لزيد. إيه؟ زيد معروف جاي يتكسر، يتبين هاي دعاية كذبة، يتبين أنه يريد يشتري فرد قصر 20000 دينار وهو عنده هواية فلوس يتبين، ويصير بصورة مستعجلة يريد. يقول بالفعل في خلال أقل من أسبوع خلص، بالعكس صار سمعته كبيرة في السوق على أن هذا مو متكسر أصلاً، هذا بالعكس عنده فلوس هواية. بعد ذلك أجوا الدلالين الله يقولون تريد هالقصر؟ يقول لا ما أريده، شيء بسيط بس خسرت 50 دينار. حقيقة لاحظوا هذه قصة صغيرة جدا، لكن أية دلالة لهذه القصة؟ الدلالات وفهم الحياة هذا شيء، وهل نحن نفهم الحياة؟ الجواب لا، لا نفهم الحياة، ومفخرتنا أننا لا نفهم، يعني نفتخر بأننا لا نفهم. اسأل العالم يقول أنا شي خصني بالموضوع، أنا فقيه. اسأل الخطيب يقول أنا شي خصني بالموضوع، أنا إنسان أخطب وأعظ الناس. اسأل التاجر يقول الرزق من يد الله، يعني يفتخر أنه لا يفهم، يفتخر أنه لا يفهم. بالعكس الإمام أمير المؤمنين يفتخر سألوني قبل أن تفقدوني، وهو يفتخر أنه لا يفهم. وبالعكس من الأنبياء والأئمة الذين كانوا يجيبون عن كل مسألة، وبالعكس من علمائنا السابقين، المفيد كان يفهم الحياة، الصدوق كان يفهم الحياة، المرتضى كان يفهم الحياة، العلامة كان يفهم الحياة، المحقق كان يفهم الحياة، الشيخ البهائي كان يفهم الحياة، المجلسي كان يفهم الحياة. الواقع نحن لا نفهم الحياة ونفتخر بأننا لا نفهم. مكرر أنا سامع من أصدقاء إنما علينا بيان المسائل. من قال لك إنما عليك بيان المسائل؟ الله سبحانه في القرآن ما قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قيمة كل امرئ ما يحسن. نحن مهمتنا ألا نفهم الحياة. نعم فهم عادي وبسيط، وفي أشياء معدودة وأشياء خاصة، وهكذا ربي الدكتور مالنا والمحامي والمهندس وكل إنسان من عندنا ربي على هذه الكيفية. أنا الآن لا أقول يجب علينا أن نكون كل شيء، لا، أن نفهم الحياة هذا بمقدار ما نفهم الحياة أن نكون هذا الشيء. نحن مفخرتنا أننا لا نفهم، هذا مفخر عدم الفهم. لذا الحياة بيد الآخرين، الذين يفهمون بيدهم الحياة، أما الذين لا يفهمون فمصيرهم في زاوية الحياة. فرد واحد سأل مني مسألة في كربلاء، قال فرد رجل أكو في بغداد مجرم، أو سأل مني مباشرة، نسى القصة بعيدة، قال هذا رجل، أو هو قال لي أنه أنا أجرمت جرما كبيرا فهل لي من توبة؟ قلت نعم. أي شيء إنسان عصى الله ما دام فيه الحياة وما دام فيه الحياة الله يتوب عليه. قال أنا جرمي كلش كبير، هسه ما قال للوسطى وقال لي، قال هذا جرمي كلش كبير. قلت مهما كان كبيرا، أنا في الحقيقة جاء في ذهني أنه زاني، لائط، شارب الخمر، مقامر، من هالذنوب المتعارفة. قلت مهما كان. قال زين أقول لك ذنبي؟ قلت لا لا تقول لي، لأن ذنب بينك وبين الله. طب إلى الله. قال لا مو من هالقبيل الذنب اللي تتفكر فيه، بل الذنب من نوع آخر. قلت تفضل. حقيقة الذنب من نوع جديد لأول مرة سمعته في حياتي ولا آخر مرة.
قال أنا في البريد. إجاني ذات يوم فرد واحد يهودي مثلا قبل 10 سنوات، هو يقول لي ذاك اليوم فرد واحد يهودي وقال لي على أنا وش كثر معاشك؟ مثلا قلت له 20 دينار. قال زين، هل لك أن أعطيك شهريا 20 دينار أيضا إضافة معاش وتعمل لي عمل بسيط؟ قلت تفضل قول. قال البرقيات التجارية التي تأتيك، البرقيات الاجتماعية سياسية، برقيات التعزية، هذن لا، البرقيات الاقتصادية، أن السكر ارتفع أو انخفض، أنه مثلا كذا ارتفع أو انخفض، السمنت ارتفع أو انخفض، الحديد ارتفع أو انخفض. بمجرد أن تصل لك برقية من هذا القبيل وتريد أن تودي البرقية إلى صاحبها، يعني ترسلها إلى صاحبها، قبل إرسال البرقية إلى صاحبها زيد أو عمرو أو محمد أو تقي، ولك برقية من إيطاليا أن السمنت التي كانت قيمتها 20 دولار صار 25 دولار، أو البرقية من إيطاليا أن السمنت صارت قيمتها 15 دولار، قل لي وبعدين أرسل البرقية. فرد كم ساعة عطل البرقية، هذا شيء بسيط. وأنا مدة مديدة كنت أخذ من هذا اليهودي معاش وعلى طول الخط أقول له هذا الشيء، وبعد مثلا 10 سنوات 20 سنة أقل أكثر فهمت أن أي خسارة أنا أوردتها على المسلمين، لأن هذا الرجل لما يسمع أن مثلا سمنت ارتفعت قيمتها فورا يرسل إلى الأسواق يشتري السمنت بالتلفونات، سمنت بالتلفونات. أو إذا سمع أن السمنت نزلت قيمتها فورا يتصل بالتلفونات إلى الدلالين ويبيع الأسمنت، ما كل اليهود يبيعها فورا، فلعله في يوم واحد مثلا يربح 1,000,000 دينار ويخسر المسلمين 1,000,000 دينار أو أكثر أو أقل. الآن عرفت هذا الشيء، لاحظوا هذا، هذه حرامية وعمل لصوصية من ذلك اليهودي، لكن كلامي في عدم فهم هذا المبرق. إذا كان يفهم أو متصل بمن يفهم كان يسأل منه شنو يريد هذا الشيء من هذا الكلام ويعطيني بشارع 20 دينار، بينما أمر تافه في نظر الإنسان ابتدائيا، لعله يومية برقيتين من هذا القبيل أو 5 برقيات من هذا القبيل ومؤونة إلى هذا الرجل 5 دقائق مال التلفون فقط. فهم الحياة، الأمم تعيش على أولا الأخلاقيات، الأمانة، الصدق، التعاون، النشاط، الاستقامة، تعيش على الأخلاقيات. ثانيا تعيش الأمم على فهم الحياة. الشيء الثالث تعيش الأمم والحضارات على أسباب الحياة. لكن هل لك إذاعات؟ هل لك تلفزيونات؟ هل لك صحف؟ هل لك جمعيات في كل مكان؟ هل لك ارتباطات؟ هل لك عروق وجذور أن هذا الظاهرة تقوم وتبقى؟ نحن نريد صفرة بلا خلفيات الصفرة، يعني بلا مطبخ، بلا جمعية، وبلا شبرة، وبلا وسائل نقلية، وبلا صومال التي تعطي الموز، وبلا ما أدري كذا اللي تعطي فلان. نريد صفرة بلا هالأشياء، صفرة بلا هالأشياء، هل معقول؟ مو معقول. يعني أن نكون من خلفيات، أن نكون أرضية، أن نكون جذور، أن نكون جذور، أن نكون هذه الأشياء. لأننا إذا لم نكون هذه الأشياء على طول الخط نحن مكفوخون. وحتى إذا قامت لنا ثورة وقامت لنا دولة وكان يقودها العلماء، مع ذلك إحنا نخجل من الناس. في الآية الكريمة الله يقول بالنسبة للمنافقين: ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني شنو لا يفقهون؟ يعني ما يفهمون الحياة. الرسول كان يفهم الحياة، تغلب عليه. بالعكس اليوم نحن لا نفهم الحياة والغربيون يفهمون الحياة والشرقيون فيتغلبون علينا. الشاهد في أنه أين لنا أسباب الحياة ومن يهيئ أسباب الحياة؟ كلامي أننا نحن المسلمين أخلاقيات مهمة عندنا،
لا شك فيه، لأن القرآن والسنة والذي تركته العترة صلوات الله عليه أجمعين هذا أعظم أخلاقيات. لكن فهم الحياة ما عندنا كما في المبحث الثاني، ولكن أسباب الحياة أيضا لا نملك، ولذا نقع ضحية الدعايات، ونقع ضحية المجرمين، ونقع ضحية المخربين، فتنهار اقتصادياتنا، اجتماعياتنا، زراعاتنا، سياساتنا، كل شيء منهار في بلادنا. لماذا؟ جاء إنسان من فرد بلد زراعي للعراق، البارحة كان جاي، سألت منه الزراعة شلونها في العراق، قال أني تحركت من بغداد إلى البصرة إلى الكويت ولم أرى شبرا من زراعة. لماذا؟ أليس عندنا الرافدان دجلة والفرات؟ ألسنا نحتاج إلى الزراعة؟ ألم تكن العراق أرضا زراعية منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليست لدينا أيادي عاملة فائضة؟ فلماذا نستورد الحنطة والشعير والبيض والدجاج وكل شيء ولا يوجد في الأسواق طماطة وهالأشياء المعروفة؟ لماذا لا؟ لأننا لا نفهم الحياة. قسم متعمدون، قسم آخر لا يفهمون. سأل من فرد واحد إلو إيش بيض في العراق ماكو؟ قال الحقيقة لأن الثورة لما جاءت في العراق، الثورة فهمت الناس أن في البيض مواد فيتامين زائدة، فأقبل الناس على أكل البيض، لذا فقد البيض من الأسواق كما يقول القرآن الحكيم ذلك مبلغهم من العلم. هذا الشيء يجب علينا معالجته، مو كمنبر وكسماع وكقول، يجب علينا معالجة هذا الشيء. الأرضية موجودة، يعني الأخلاقيات، النبي والأئمة بأمر الله كونوا الأخلاقيات، وأفضل الأخلاقيات كونوها، بس بقي أمران: الفهم، والشيء الثاني تهيئة الوسائل. أولا نفهم ثم نهيئ الوسائل. إذا صنعنا هذا الشيء فلعل في يوم ما إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن نخرج من الاستعمار ومن الدعايات المضللة، وإذا ما هيأنا الله سبحانه كما يقول في القرآن الحكيم: ولا تضرونه شيئا. الله ما يضرر، لأن الله جعل للحياة مناهج، من سلك هذه المناهج ربح. أنت صرت مريضا، ذهبت إلى الطبيب نجحت، لم تذهب إلى الطبيب مت، ثم أتبع سببا بكل شيء، دنيا دنيا الأسباب. حتى الله في لحظة كان يتمكن أن يخلق السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما خلقها في كم يوم؟ في 6 أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ومجموعا يظهر من القرآن أن خلق السماوات وتقدير الأقوات والأرضين في 8 أيامها، لأن آيات 3 آيات أكو في هذا الصدد، إذا جمعناها يصير 8 أيام. على كل حال، فنحن بحاجة إلى شيئين: الفهم للحياة وتهيئة الوسائل، كل بقدره. وإذا ضممنا هذين الشيئين إلى الأرضية صارت ظاهرة الحضارة، وإذا لا ما فهمنا ولا هيئنا وأبقينا الأخلاقيات الموجودة في بطون الكتب على جمودها، فنحن أمة متخلفة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.